شنو رأيك محافظ صلاح الدين؟ صلاح الدين بلا محافظ. ليش؟ بلا محافظ. يعني إسماعيل هلو؟ صلاح الدين بلا محافظ منذ فترة طويلة من الزمن. يعني طويلة جد؟ كثيرة. المؤلم وضع صلاح الدين. طيب حل شنو؟ هسه بلا محافظ. أنا لا أقصد المحافظ بالموقع، أقصد المحافظ بالصفة. بالصفة، بالعمل على الأرض. بالصفة. صلاح الدين بلا محافظ يحافظ عليه. طيب